سلمى رشيد تستعيد رشاقتها وتطل بلوك جديد. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. شاركت الفنانة سلمى رشيد بصورة في أول مناسبة علنية بعد ولادة طفلها الأول يانس، وظهرت سلمى رشيد في الفيديو خلال تواجدها في حفل وهي ترقص فرحا بين الحضور. كما نشرت سلمى رشيد صورة لها باللوك الجديد الذي اعتمدته، واللافت أنها استعادت رشاقتها مع أنه لم يمر فترة طويلة على إنجابها. صورة سلمى رشيد حازت على إعجاب متابعيها الذين أشادوا برشاقتها، بينما أعلن آخرون عن إعجابهم باللوك الجديد الذي اعتمدته حيث غيرت لون شعرها، وهناك فئة ثالثة نصحتها بالعودة إلى لون الشعر الأسود. وفي أول تعليق لها بعد ولادة الطفل، قالت سلمى رشيد بأن الأمومة والحمل والولادة تجربة رائعة، مضيفة الحمد لله أنني عشت هذه الأجواء الرائعة. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي عثر عليه في حمام منزله. حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب انتشار خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وتساءل الكثيرون من رواد السوشيال ميديا ونجوم الفن عن سبب وفاته، خاصة وأنه لم يتعرض لأي وعكة صحية خلال الفترات الماضية وكانت حالته الصحية جيدة. وكشفت أحد المصادر الأمنية في تصريحات صحفية أن قسم الشرطة التابع لمنطقة سكنه قد تلقوا بلاغا من خالة هيثم أحمد زكي وخطيبته باختفائه لعدة ساعات طويلة، وتوجهت قوة من الشرطة لمسكنه بمنتجع بيفرلي هيلزز بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا بمفرده داخل شقته، بعد أن أكد أحد أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنتجع السكني أنه شاهد هيثم أحمد زكي يخرج من منزله منذ عدة ساعات، وأخبره أنه يعاني من آلام شديدة بالمعدة، وذهب إلى أحد الصيدليات المتواجدة بالمكان وقام بشراء عدد من الأدوية، وبعدها عاد لمنزله، ومنذ هذه الفترة ولم يقم بالرد على هاتفه المحمول تماما. وعندما ذهبت قوة الشرطة واستأذنت النيابة العامة في كسر باب الشقة، عثر على هيثم أحمد زكي ملقى داخل حمام شقته وقد فارق الحياة. وحتى الآن تباشر النيابة التحقيقات، ولم يتم تحديد قرار بتشريح الجثة أم لا. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.